يلا بسم الله. فيصل وفهد الخالدي وتحدي نقل الاكواب بالاسنان. هوبا العب شد الهمه اتعب تكسب نحو القمه لا لا تكسل انت الافضل يلا يلا شد الهمه يلا يلا شد الهمه فكر فكر لازم تربح لازم توصل لازم تنجح خليك صاحي احذر تسرح يلا يلا شد الهمه يلا يلا شد الهمه قوي قلبك طول اللعبه. فهد وفيصل جاهزين عندك باربع مكعبات وبسم الله هبا يلا يلا يا سلام. شد الهمه يلا يلا شد الهمه التوازن مهم التوازن يا فهد يا سلام. الجوله الاولى فيصل الخالدي بسم الله يلا حلوه نبدا فيصل فهد هبا العب العب لا لا تبالي خليك في لعبك مثالي خليك مباراة في الرماية طبعا هذا الكوب مع البالون تم طبعا فتح الكوب من تحت وتثبيت البالون بعد ربطه ايوه حلو يا سلام ما شاء الله جميل والله ما شاء الله يلا يلا شد الهمة يلا يلا شد الهمة حرك دمك كلش جايز يمكن تصبح انت الفايز اللعبة فيها جوايز يلا يلا شد الهمة يلا يلا شد الهمة العب العب شد الهمة اتعب تكسب نحو القمة لا لا تكسل انت الافضل يلا يلا شد الهمة فيصل فهد خالتي فاتحين ما شاء الله مصنع للسفن وعندهم ميناء ما شاء الله والميناء طبعا صغير جدا لذلك لازم السفن تكون صغيرة وأكثر واحد يصنع السفن طبعا طريقة تصنيع السفن بالورق هذه لعبة معروفة أو فكرة معروفة وحقيقة فيها مهارة يلا آخر سفينة يا شباب آخر واحدة تطفو قوي قلبك طول اللعبة خط تكسب حبة حبة اللي تكسب هذا البرنامج برعاية أرز أبو كاس مع مواهب وأفكار.